بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لصيام رمضان ولقيام لياليه ولتلاوة القرآن. وموضوعنا أيها الأحبة الكرام، نريد أن نتعرف عن آيات الأحكام الخاصة بالصيام من القرآن العظيم مباشرة. نريد أن نتعرف عن كتاب الله تعالى، كيف تحدث عن آيات الأحكام، وكيف شرع ربنا سبحانه وتعالى مضامين هذه الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى. لأن الدين إنما يؤخذ من مصدرين أساسيين، من القرآن العظيم ثم من السنة المطهرة الصحيحة، وما بقي هو اجتهادات العلماء وفهمهم لمقاصد الشريعة العليا. وآيات الأحكام في القرآن العظيم المرتبطة بالصيام مجملها ورد في سورة البقرة انطلاقا من الآية 183 إلى حدود الآية 188. وأدعوكم أيها الأحباب الكرام، بما أنكم هذه الأيام معظمنا يقرأ كلام الله تعالى ويتابع الورد القرآني لعله يصل إلى هذه المقاطع ويريد أن يفهمها، كيف سن ربنا عز وجل وشرع هذه الأحكام. إذن لنقرأها جميعا ثم لنبدأ في تفسيرها وفهمها حتى نفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا نحن عباده المؤمنين. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات أيها الأحبة الكرام هي مجمل ما ورد في الصيام وأحكامه في القرآن العظيم. وهذه الآيات نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة،
لأن الصيام إنما شرع في القرن الثاني للهجرة لما هاجر المسلمون من مكة المكرمة ووصلوا إلى المدينة المنورة. هنالك ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم أحكام الصيام. فالصيام لم يكن في مكة المكرمة، وإنما لما تمت الهجرة واستقر المسلمون في المدينة صارت آية الأحكام والتشريع تتنزل عليهم لتنظيم المجتمع المسلم، ومن ثم نزلت هذه الآيات. تعالوا بنا أحبتنا الكرام نحاول أن نفهمها. ما هو المقصود من الخطاب الإلهي؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا نحن عباده المؤمنون؟ أول شيء، ربنا عز وجل بدأ هذه المقامات بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا. دائما إذا سمعنا هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب موجه لأهل الإيمان ولأهل اليقين، موجه للمؤمنين، موجه لأهل الإيمان. أما إذا سمعنا يا أيها الناس فهذا خطاب موجه لعموم العباد، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا خطاب موجه لعموم الخلق. فنحن ربنا عز وجل في هذه الآيات يخاطبنا نحن أهل الإيمان، من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يخبر الله عز وجل بأن من علينا هذه الفريضة الصيام، وهو غير خاص بالأمة الإسلامية، هذا الصيام هو عام على كل الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبلكم، فاليهود والنصارى وغيرهم من الأمم السابقة ربنا عز وجل فرض عليهم الصيام. هناك صيام إبراهيم الخليل عليه السلام، صيام داود وسليمان، وصيام نوح وإدريس، كل الأنبياء ربنا عز وجل فرض عليهم الصيام. وصيام أهل الإيمان من المسلمين هو من أسهل وأيسر الصيام، لأن ربنا عز وجل سوف يجعل هذا الصيام هو النهائي، هو الختامي، هو الأخير لكل العباد. الأديان السابقة هناك من عندهم 40 يوما متتالية، هناك من عندهم 50 يوما متتالية، هناك من عندهم 3 أيام على مدار 24 ساعة حسب التشريعات، لكن الأمة الإسلامية سيفرض عليها الصيام فقط من شروق الشمس إلى غروبها ولمدة 29 يوما، وهذا من أيسر الصيام. ثم قال لعلكم تتقون. في هذا الأمر هو تنشيط للأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية ربنا أرادها أن تتنافس مع غيرها من الأمم، أن تسارع في الخيرات، وأنه ليس من الذي اختصيتم بهم أنتم وحدكم، بل هو عام لكل الأمم في التاريخ. لما قال لعلكم تتقون، هنا سوف يشير ربنا عز وجل إلى الحكمة من مشروعية الصيام. فالصيام ليس الغاية منه هو الجوع والعطش، وإنما الغاية منه في الختام أن نحصل على التقوى. التقوى هي أعظم شيء ربنا عز وجل يريد من العباد أن يصلوا إليه. فالصيام فيه ترك ما حرم الله من الأكل والشرب والجماع وكل ما تميل إليه النفس، نفعل هذا تقربا إلى الله، راجين بترك هذه الأمور ثوابه سبحانه. حتى الأمور المباحة، الطعام والشراب مباح، المعاشرة الزوجية مباحة، لكنها في رمضان تصير محرمة، ونفعلها تقربا إلى الله وخوفا منه ورجاء لثوابه. وهنا لما يصوم المؤمن يدرب نفسه على مراقبة الله، الإنسان يستشعر بأنه مراقب من طرف رب العزة،
نحن مراقبون دوما على المدار 24 ساعة طول أعمارنا، لكن يقع لنا الغفلة، ننسى أو نتغافل بأننا مراقبين من طرف الله ومن طرف ملائكته وجنده، إلا أننا في رمضان نستشعر قوة هذه المراقبة لما تكون بمفردك في غرفتك في بيتك وشعرت بالعطش، ممكن أن تمتد يدك إلى الماء لا أحد يراك من الخلق، لكن لا تفعل. قد تكون في بيتك وتكون زوجتك حلالك بين يديك، لكن لا تقرب. لماذا؟ لأنك تستشعر مراقبة الله تعالى. ربما في الأيام الأخرى الإنسان قد يتجرأ على بعض المحرمات ويقول سأستغفر ربي، لكن في رمضان تتقوى عنده حاسة المراقبة والشعور بالمراقبة لعلمه باطلاع الله عليه. ثم نحن لما نصوم في رمضان نضيق المجاري على الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصيام لما نمتنع عن الطعام والشراب تضيق المجاري وتقل الفورة الشهوة. كل واحد منا عنده فورة شهوة تزداد بالطعام والشراب والإقبال على الحياة، لكن في رمضان حينما نترك الطعام والشراب ونتطلع إلى الدار الآخرة فإننا نضيق مجاري الشيطان، فيضعف نفوذه ويضعف جنوده وتقل المعاصي. لاحظوا بأن نسبة الجرائم والخطايا تقل في نهار رمضان. نهار رمضان ليس هناك جرائم ولا خطايا ولا خلافات إلا القليل جدا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على عنصر التقوى وتضييق مجاري الشيطان يحدث الشباب، الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج وعنده رغبة وعنده فوران عاطفي، ماذا قال النبي الكريم؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. ثم إن هذا الصيام لما نمتنع عن الطعام والشراب الأغنياء يشعرون بألم الجوع والعطش، وهذا الألم يشعر به الفقير طيلة العام، يشعر بأنه محتاج ويرغب في الطعام ولا يجد المال، والغني يشارك الفقير في هذه الخاصية. ومن ثم ربنا عز وجل أمرنا بمواساة الفقراء والمساكين لأننا نذوق مأساتهم ومعاناتهم، وبالتالي يتكون عندنا الشعور الاجتماعي بتقديم المساعدة للضعفاء والمساكين. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله عز وجل سيشير بأن هذا الأمر من العبادة إنما هو أيام معدودات، أخبر بأن هذا قليل جدا في غاية السهولة، لأن الأمم السابقة كانوا يصومون أياما غير معدودات، يصومون 40 يوم، 50 يوم، شهرين متتاليين. هناك بعض الأمم القديمة كانوا يصومون 70 يوم متواصلة. فنحن أمة لا إله إلا الله عندنا تقريبا حوالي 39 يوما، فإذا غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى أراد اليسر بهذه الأمة. ثم ربنا زاد في التسهيل وزاد في الرخص وزاد في التبسيط، فماذا قال؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني الإنسان يصوم هذه الأيام المعدودات وربنا التمس له العذر إذا كان من أصحاب الأعذار، إذا كان مريضا. المريض لا يصوم، والمسافر أيضا هو لا يصوم، لأنهما في وضعية غير استثنائية، في السفر فيه مشقة والصيام فيه مضرة، وربنا التمس لهما أن يفطر، ولكن قال فعدة من أيام أخر، يعني بعد أن يمضي رمضان وبعد أن يشعر
بالصحة والعافية فإنه يقضي تلك الأيام التي عليه، لا يفدي المريض الذي هو مريض مرض يرجو برأه، والمسافر الذي هو سافر لقصد شريف واضطر للإفطار فإنه يفطر، ولكنه لابد أن يقضي فعدة من أيام أخرى بعد أن ينقضي رمضان، بعد أن يلتمس صحته وعافيته يقضي. وهذا تيسير آخر، لأنه قد يقضي أياما اللي هي طويلة وحارة يقضي عليها أياما باردة وقصيرة. قد يأتي رمضان في الصيف ويكون اليوم يمتد إلى 17 ساعة وتكون الحرارة مفرطة، ولكن عند القضاء له أن يختار أيام أخرى، يختار ربما اليوم يكون ممطرا ويكون باردا، الليل طويل والنهار قصير. فهذا أيضا من رحمة الله الواسعة على عباده المؤمنين. ثم قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو مسكين. هنا ربنا يشير إلى الذين يطيقونه أو يطيقونه بمشقة زائدة. بعض الناس لا يستطيع أن يصوم إذا كان عنده مرض مزمن، مرض شديد، عنده سكري أو عنده ضغط دم أو عنده داء اللي هو شاق للغاية وهو كبير السن ولا يرجى برؤه، وكذلك الذي عنده ضرورة خاصة، فهذا ربنا قال يطيقه بمشقة زائدة، فهذا يؤدي الفدية. هذا لا ليس عنده عدة من أيام أخرى، وإنما عليه فدية كل يوم يفطر فيه يطعم فيه مسكينا، فدية طعام مساكين، أنه كل يوم يطعم مسكين على قدر ما يستطيع. وهنا الفقهاء قالوا بين طعام المسكين يعني يقدر بأوسط ما تطعمون أهليكم أو وجبة طعام، وممكن أن يتم إخراجه في أول رمضان، وإما في أوسطه وإما في ختامه، والأفضل أن يكون في أول رمضان، فاستبقوا الخيرات. ومنهم من يسر وقال يجوز أن نعطيه نقدا، نعطيه مالا هذا المسكين، وبعض العلماء التمسوا حرفية النص القرآني لما قال فدية طعام مسكين أو مساكين طعام. لماذا؟ لأن لابد من الإطعام. ومن هنا جاءت الفكرة أننا لا نطبخ الطعام وإنما نعطيه مواد غذائية، ما نراه الآن من إخراج قفة رمضان فيها مواد غذائية من دقيق وسكر وزيت وشاي وقطان وغيرها، هذا طعام نقدمه للمسكين هو يقوم بطهوه بالطريقة التي تناسبه. ثم قال ربنا عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني بأن الإنسان إذا تطوع في الفدية وفي الصيام كل خير، كلما قدمه الإنسان فهو خير، إلى أن قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الإنسان إذا استطاع أن يصوم، لأن الصيام شفاء، يكفي أن هناك في الطب ما يسمى بالصيام المتقطع، يستعمله الناس الآن في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا. الصيام المتقطع هو من أجود أنواع العلاج للأمراض، إما أمراض السمنة وإما أمراض كثيرة متعددة مختلفة. فالصيام هو كل خير، لأنك تعطي للجسد راحة حتى يستريح وحتى يقوم بنظافة نفسه بنفسه، لأن في الصيام الجسم ينظف نفسه بنفسه ويعيد ترتيب أوراقه، إلا من كان عنده عذر شرعي كالمرأة الحائض والمرأة النفساء والمرأة الحامل والمرأة المرضع والشيخ الكبير الهرم والطفل الصغير والمسافر مسافة قصر وغيره من أصحاب الأعذار الشرعية، فهدوا ربنا عز وجل رحمهم. لكن قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنك أنت في ضيافة الرحمن ولك من الأجر والثواب ما الله به عليم. كل يوم تصومه يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا.
بعدها قال ربنا عز وجل يتابع فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكأن ربنا عز وجل يجيبنا. قد يتساءل بعض الناس: لماذا يا رب كل هذه الأحكام؟ لماذا خصصت رمضان بالصيام؟ لماذا فرضت علينا هذه الأحكام في هذا الشهر الفضيل؟ لماذا ليس شوال؟ ليس ذو القعدة؟ ليس رجب؟ لماذا هذا الشهر؟ فيأتي الجواب القرآني: هذا الشهر فيه أنزل الله تعالى القرآن من السماء، فربنا اختار هذا الشهر لإنزال كتابه العزيز إلى أمة لا إله إلا الله. والحقيقة أن جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين كلها نزلت في رمضان، فرمضان شهر شريف عند كل الأديان وعند كل الأنبياء والمرسلين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربعة وعشرين خلت من رمضان. هذا حديث نبوي شريف يؤرخ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإنزال الكتب السماوية. سيدنا إبراهيم الخليل عنده صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى. متى أنزل صحف إبراهيم؟ في أول ليلة من رمضان على أمته. وكذلك التوراة التي أنزله الله على موسى عليه السلام لبني إسرائيل أنزلت ست أيام من رمضان. ربنا خاطب موسى عليه السلام وألقى إليه الألواح في السادس من رمضان. والإنجيل المنزل على نبي الله عيسى بن مريم ألقاه عليه في الثالث عشر من رمضان. والقرآن العظيم أنزل في ليلة القدر. ليلة القدر هل هي ليلة الرابع والعشرين أو السابع والعشرين؟ هي في أيام الوترية. هنا هذا الحديث يؤكد بأنها ليلة الرابع والعشرين. أنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الشهر إنما نصومه لأن ربنا عز وجل اختاره في هذه الليلة، تسمى ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم صار ينزل متفرقا مقسما منجما حسب الوقائع والأحداث، إلى أن قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني التساؤل: وما المقصود من القرآن؟ لماذا ربنا عز وجل يحتفي بهذا الكتاب العزيز؟ ماذا يتضمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب جاء الجواب: هدى للناس، فيه الهدى. هذا مدح وثناء لكتاب الله تعالى الذي أنزله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. بل وبينات، أي دلائل وحجج بينة واضحة على منطق التشريع وعلى العقيدة وعلى الإيمان وعلى اليقين. ففيه الهدى وفيه البينات، الدلائل والحجج، وبينات الهدى والفرقان. الفرقان أي أنه جاء ليفرق بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد، بين الخير والشر، ما بين الظلم والعدل. دائما هذه الثنائيات. جاء القرآن يفرق، القرآن العظيم هو الدستور الأعلى للبشر. فكل ما فيه هو هدى منافي للضلال، فيه الرشد المخالف للغي، فهو جاء مفرق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل. ثم هنا ربنا عز وجل سوف يجيب عن تساؤل: يا ربنا، وقد أكرمتنا برمضان وقد أنزلت فيه القرآن، فمتى نتعرف على رمضان؟ متى نتعرف عليه؟ في أي وقت؟ فجاء الجواب الإلهي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهنا ربنا عز وجل عين لنا الصيام على القادر الصحيح الحاضر، أننا مجرد أن نرى رمضان من شهد منكم الشهر. يعني الرؤية هنا لم يقل فمن يرى، قال من شهد، يعني قد يراه أحد آخر عدل من العدول أو مسؤول من المسؤولين، ثم يخبر به الأمة والناس يبلغهم الخبر.
فهذا فيه رحمة بالعباد. ثم قال ربنا عز وجل يكرر مرة ثانية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا هذا التكرار؟ لأن التكرار هو الشيء إذا تكرر تقرر، لأن بعض الناس ربما قد يرفضون هذه الرخصة التي قدمها الله تعالى لعباده. بعض الناس لأنهم عندهم قوة إيمان وقوة يقين يرفضون هذه الرخصة. فربنا يقول: أنا الله الذي فرض عليكم الصيام، وأنا الله الذي أعطيتكم هذه الرخصة. فمن كان عنده مرض أو ألم أو سفر طويل فيه مشقة فله أن يفطر ويقضي في أيام أخرى. ثم يضيف: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل هذه الأحكام إنما أراد ربك عز وجل أن ييسر على العباد ويسهل ولا يكلفهم ما لا يطيقون. هذه خاصية من خاصية الشريعة الإسلامية. مما تمتاز به الشريعة الإسلامية هو اليسر وعدم العسر. فكل ما يمتاز به منطق التشريع الإسلامي مقام على هذه القاعدة. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فمن رأيتموه ييسر على العباد اعلموا أنه على السنة وعلى المقصد القرآني. ومن رأيتموه يعسر على العباد اعلموا أن هذا تشدد وتضطع ربما قد لا يكون في محله المناسب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في جميع التشريعات. وهنا ربنا قدم الرخص الشرعية وقدم التخفيفات الكثيرة، وهذه فقط عنوان كبير لتفصيلات ممكن أن نتحدث عنها فيما يستقبل من اللقاءات المباركة. ثم قال ربنا عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الأيام هي أيام رمضان، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تنقضي الأيام بسرعة، وعلينا أن نكمل العدة. قد يتوهم متوهم أن الإنسان قد يصوم يوم أو يومين من رمضان يسمى صائما. لا، الصيام لا بد من استكمال العدة، الشهر بكامله نصومه بالكامل. ننوي أول ليلة، ننوي نية في القلب تكفينا لشهر بكامله. وحينما يوفق الله تعالى عباده المؤمنين لصيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن العظيم، وما هي إلا أيام معدودات حتى يبدأ هلال رمضان يغيب، ويبدأ الناس يترقبون رؤية هلال شوال بسرعة، لأن الهلال هو مثل الجنين، يولد جنينيا صغير ثم يبدأ يكبر 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 حتى إذا صارت الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر قمة النضج، ثم يبدأ في التآكل من جديد، يضعف يضعف مثل الإنسان. الإنسان يكون صغير ويكبر يكبر يكبر حتى إذا بلغ 40 سنة وصل إلى قمة النضج وقمة الحكمة وقمة القوة، ثم يبدأ بعد 40 في النزول النزول النزول. هكذا القانون الإلهي يشمل الكون والزمن والإنسان والحضارة، حتى الدول، حتى الدول، الدول العظمى تكون دولة ضعيفة ثم تكبر تكبر تصير عظيمة، وبعد أن تتعاظم يدخلها أسباب الضعف والإضمحلال ثم تضعف تضعف وتندثر وتأتي دولة أخرى. هكذا هي الأمم والحضارات والثقافات والبشر وكذلك الأهلة. فما هي إلا أيام معدودات تكمل العدة وتترقب رؤية هلال شوال. هنا ماذا علينا أن نفعل إن شاء الله تعالى إذا أطال الله لنا العمر وأدركنا آخر ليلة من رمضان ونترقب أول ليلة من شوال؟ ماذا علينا أن نفعل؟ قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أننا في هذه الفترة نكثر من التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد،
الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. هكذا ما هي إلا أيام معدودات، وينقضي رمضان ويأتي شوال، فيفوز من فاز ويخيب ويخسر من ضيع. وهنا أيها الأحباب الكرام، ربنا يبدأ بآية أخرى فيقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتساءل متسائل: لماذا ربنا عز وجل، لماذا حشر هذه الآية في وسط أحكام الصيام؟ لأن بعدها سوف يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآيات. فيتساءل متسائل: لماذا ربنا عز وجل كان يتحدث عن الصيام وفي وسط الآيات حشر آية لا علاقة لها بالصيام؟ من هو متخصص في تحليل النصوص الأدبية يقول بأن لابد أن نحافظ على وحدة النص، لا وحدة الموضوع، لا ينبغي أن نقوم بإقحام أشياء مخالفة لوحدة النص. فهل هذا ينطبق على كلام الله تعالى وهو أحكم الحاكمين؟ سبحانك يا جليل، ربنا إنما حشر هذه الآيات والصيام ليذكرنا بأننا لا ينبغي أن ننسى ونحن نصوم رمضان ونقوم الليل ونقرأ القرآن ونقدم الفدية والصدقات للفقراء والمساكين، لا ينبغي أن ننسى أننا نكثر من الدعاء. فشهر رمضان هو شهر الدعاء بامتياز، لأن في رمضان ربنا يفتح الأبواب، أبواب السماء، ويتقبل دعاء العباد. كل من دعا دعوة إلا وربنا يتقبلها ويستجيب لعباده ويتجاوز عن الموانع، لأن هناك من عنده موانع في الإجابة ربنا يرفعها. وهذه الآية جاءت جواب عن سؤال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض أصحابه قالوا: يا رسول الله، ربنا جل علاه أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله تعالى قريب منا، وهو مطلع على السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الرقيب الشهيد، وهو أيضا قريب من عباده المؤمنين. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن من بها على هذه الأمة. وفي الحديث أن الصحابة كانوا في إحدى السفريات مع الصحابة مع النبي الكريم، فصاروا يدعون الله تعالى بأصوات مرتفعة، فقال النبي الكريم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله قريب من عباده. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الدعاء هو دعاء عبادة ودعاء مسألة، لأن الدعاء هو إما أن يكون دعاء عبادة، نطلب من الله تعالى الثناء والمناجات: يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا دعاء العبادة المناجات. وهناك دعاء المسألة: يا ربي إني مريض فشافني، يا ربي إني فقير فاغنني، يا ربي إنني مظلوم فانصرني، دعاء المسألة. ثم لما قال هو قريب، القرب على نوعين: هناك قرب بعلمه من كل مخلوق، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة بالتوفيق والمعونة، لأن قريب من العباد حتى النصراني واليهودي وحتى المشرك وحتى الملحد، الله قريب منه من جميع العباد. هذا قرب بالعلم، قرب بالعلم، يعلم ما يفعلون. لكن هناك قرب النوع آخر، وهو القرب من العباد المؤمنين، يجيبهم إذا سألوه، فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع وليس له مانع من إجابة
ربنا عز وجل يستجيب له ويعطيه ما يريد. وفي الحديث ربنا عز وجل يقول: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، وأما التي بينك وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فمنك الدعاء وعلي الإجابة. فالإنسان هنا لابد أن يكثر من الدعاء في هذا الشهر الفضيل، حتى سيدنا النبي كان يقول: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي: لأنصرنك ولو بعد حين. الشاهد عندنا الصائم حتى يفطر، فنحن لما نصوم في رمضان قبل أن نفطر ساعة آذان المغرب علينا أن نكثر من الدعاء لله تعالى، فإن الدعاء مستجاب. إلى أن ختم الله هذا المقطع فقال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد سوف يحصل للعباد المؤمنين كلما صاموا وكلما اتبعوا هذه الأحكام ودعوا ربهم. ما هو الرشد؟ وهو تشعر في قلبك الهداية، تشعر نور الإيمان في قلبك، وتشعر بأنك مقبل على الأعمال الصالحة، فهذا من رحمة الله الواسعة علينا جميعا. وبقية الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا جاء جواب على بعض الأحكام المرتبطة بالعلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية في رمضان هذا موضوع طويل وعريض، ربما نرجئه إلى حلقة الأمس أو حلقة الغد بإذن الله تعالى، غدا إن شاء الله إذا كنا من أهل الدنيا ويسر المولى عز وجل، نتم شرح وتفسير بقية هذا المقطع الأخير من آيات الأحكام الصيام في رمضان والمرتبط بالعلاقة الزوجية، يعني والاعتكاف في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني هذه الأحكام مرتبطة، الناس يتساءلون كيف يتعامل مع زوجته في رمضان في لياليه وفي نهاره، هذه الأحكام جاءت متضمنة في هذه الآيات البينة، إن شاء الله نرجئ الحديث عنها إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى. وهنا حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة الكرام، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم، للاستماع إلى همومكم ومشاكلكم، للإجابة عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أرقامنا الهاتفية هي كالعادة معلومة عندكم: 05 22 88 00 60، أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50، أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل، ويسعدنا أن نتواصل معكم ونبدأ أول مكالمة من إقليم ستات. معنا للا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك للا. مساء الخير عليك ربان. مساء النور. جديد لبس عليك. لبس بنتي بارك الله فيك. وشك مبروك ومبروك عليك عشر الشهر. الله يدخل لكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. أمين أمين أمين. عقلت عليا أي شوية بنتي شوية، إن شاء الله مع بزاف الأخوات فاطمات إن شاء الله غنتكلمي وغنعرفي أن عقل. أنا باينة فاطمة شلحة، باينة اللي طلبت من عندك النمر ديال الوازنة. ديال من؟ ديال الوازنة يا أختي الوازنة. عقلت عليك. أي عقلت عليك. أي عقلت عليك. نعم عقلت عليك. عقلت عليك بنتي. عقلت عليك صافي. عقلت عليك وتواصلت معك من قبل. هي هلا فاطمة يا ألف مرحبا. الوازنة ربي خير وعلى خير. يلا تواصلت معها وربي ييسر لها وإن شاء الله ييسر لها. هي ديما فعلي ما غوتش عليها، ما بركتش عليها هذا الشهر، توحشها والظروف ما كيساعدنيش. أيه أيها بنتي بارك الله فيك، وكنشكرك على داك الدعم النفسي ديالك ملي تواصلتي مع الأخت الوزنة. أنت في سطات وهي في أقصى شمال المغرب.
والحمد لله هي فرحات بالمكالمات ديالك وبالدعم النفسي ديالك. شوف شوف عمي عمي دابا قص عليا التعبئه، تقدر التعبئه بغيت تدعي معايا، دعي مع راجلي وعندي بزاف ما نقول لك. كنصوني عليك على النمره التليفون ديالك خاصه ما كان كاع. الله اكبر. واخا بنتي فاطمه كنشكرك بعد اول شيء على المداخله ديالك، وكنشكرك على المبادره انك حاولتي انك تكوني صداقه مع هذه السيده اللي هي مكفوفه وظروفها صعبه، لان هاد الناس اللي كانوا مكفوفين من الامور اللي يحتاجوا اليها هو الدعم النفسي، خصوصا اللي كيعيشوا في البوادي وفي اعالي الجبال وكيشعروا بالوحده وما كاينش تواصل مع الاخرين. فملي كنتواصلوا معهم هاتفيا وكنسولوا عليهم كيشعروا بالامان، كيشعروا بالهدوء، كيشعروا بالطمانينه. فشكر الله لك يا بنتي فاطمه، الله يحفظك ويحقق لك الرجاء، ونطلب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم المكرم، هذا شهر فضيل في الدعاء مستجاب، نسال الله تعالى ان يبارك لك في صحتك وعافيتك، ونسال الله تعالى ان يسعدك مع زوجك ويرزقكما المودة والرحمة والألفة، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا كل ما في قلبك وضميرك. اللهم يا رب عجل لأختنا فاطمة بالفرج، اللهم حقق لها الرجاء وبلغها المقصود، يا حنان يا منان يا عظيم الشان. وكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول من اسطات الى مراكش مع فاطمه اخرى ايضا. لالا فاطمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام السي الحاج. حياك الله لالا. لاباس عليك السي الحاج. الله يطول عمرك ويبارك فيك لالا. مبروك عواشيرك. اللهم بارك لك، الله يبارك فيكم وجميع المسلمين. الله يبارك فيك اودي الحاج، راك عزيز علينا وغالي. فرحنا جزاك الله نورنا الفخير. نورنا الحمد لله. الله يحفظك لله، الله يطول لك العمر. الله يجازيك بالخير، الله يرحم بها الوالدين. اللهم امين يا رب، بارك الله فيكم. انا راني عيانه شويه الحاج، بغيتك تدعي معايا الله يرحم الوالدين والناس يقولوا امين. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. بغيتك الحاج دير لي شي دعاء والناس يامنوا معايا الله يرحم بها الوالدين. لا اله الا الله. لالا فاطمه كتصومي في هذا رمضان؟ صايمه وليني انا عيانه، باقا صغيره انا راني صايمه وليني جاني واحد المرض شويه صعيب. الله يشفيك لالا، الله يشفيك اختي، الله يشفيك لالا يا رب. الحمد لله الشكر لله. المؤمن مصاب، المؤمن مصاب يا ربي يا كريم لالا. بارك الله خاطرك اختي الحاج الله يرحم بها الوالدين. انا راه عندي واحد جوج كلمات الا تفضلي تتصل بيا نسولك عليهم، ما نقدرش نقولهم في المباشر. واخا لالا باذن الله نحاول ناخذ راحتك. على خاطرك الله يرحم بها الوالدين ويخلي لك وليداتك. بكل فرح لالا. واخا انا حيرني باغا نسولك عليه الله يجازيك بالخير. مرحبا شريفه، ان ناخذ الرقم ديالك ان شاء الله ونحاول نتواصل معك مباشره. الحاج بكل فرح لالا، بكل فرح. الله يرحم بها الوالدين، ارشدني السي الحاج الله يجازيك بالخير. ياك الرقم ديالك في الاخر في 44 ياك؟ اي الله يجازيك بخير والله يخليك وليداتك. واخا لالا باذن الله. بارك اللهم امين لاله فاطمه، شكرا لك لاله، شكرا لك، الله يحفظك ويرعاك. ولاله فاطمه هكذا ربي سبحانه وتعالى، هاد الامراض وهاد الاسقام وهاد العلل هو ربي لا يعطيها لاي امكان. راه ما تظنوش بان الانسان لاي امكان كيعطي الله هاد الابتلاءات، هاد الابتلاءات كيعطيها الله تعالى لمن احبه من عباده. في الحديث النبوي الشريف اذا احب الله عبدا ابتلاه، فاذا صبر اجتباه، ولا يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يلقى الله وما عليه ذنب. لأن لما يصيب العبد بالبلاء ويصبر ويحتسب هنالك ربنا يباهي به الملائكة، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي فلان، انظروا إلى أمتي فلانة، انظروا كيف ابتليتهم بالأمراض والأسقام وأصبتهم بالمصائب والكروب، ومع كل هذا هم لي عابدين، هم لي شاكرين. فربنا يفتخر وربنا يباهي وهو غني عن العالمين. الملائكة الأطهار لأنهم معصومون من الخطايا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يصابون ببلاء، لا يصابون بمرض، لا يختبرون ولا يبتلون، بل هم مجبولون ومفطورون على الطاعة. فربنا يريهم هذا المخلوق الغريب الذي اسمه الإنسان
وقد أصيب بالأمراض والأسقام، ومع هذا هو قريب من الرحمن. للا فاطمة الله يشفيك ويعافيك، وإن شاء الله نتواصل معك مباشرة بعد هذا اللقاء. فاطمة أن يشافيك المولى. اللهم رب الناس أذهب الباس، اجفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم شافي أختنا فاطمة، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. ونواصل ونأخذ مكالمة أخرى من الدار البيضاء. معنا للا ملكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير دكتور لاباس؟ لاباس للا، الله يحفظك ويرعاك. أنا عرفتيني دابا. أيها للا ملكة، أيها مرحبا، أهلا وسهلا بك. الحمد لله ربي ونشكره للا. أنا كنت طلبت منك الدعاء ديك البنت اللي ماتنا في أمريكان صفاء حجاج، وسجلت الدعاء وصيفتنا الميريكان. لا إله إلا الله للا. الناس اللي زعما الله يجازيك بخير على ذاك الدعاء. اللهم أمين للا، الله يحفظك للا. لا إله إلا الله. واللي بغيت ندير به هو الزوج ديالها فلسطيني الأصل. أيه ما شاء الله جرى على ذيك السيدة. لا إله إلا الله. كنتمنى الأزواج ديالنا حتى حنا يكونوا بحال هكايا. لا إله إلا الله. نعم نعم الأزواج. أحسن بها أحسن بها لواحد الدرجة ما كتصورش. لا إله إلا الله. درجة أنا قال ما تدفنش في المريض، تدفن حدايا باش نبقى نزورها وداكش. إن لله وإن إليه راجعون. هادشي اللي كاين. وكنطلب منك أستاذ يا دكتور لهاد العقوق اللي كاينة وهاد الجحود، واخا الناس راه كتمشي تصلي وكتقوم لي، ولكن شي حوايج راه ما شاء الله، لا زيارة المريض ولا زيارة الأهل ولا ولا، بزاف الحاج كنعانيو من هاد لا إله إلا الله. الله يرحم لك الوالدين، خلي فرصة لواحد. واخا للملكة، شكرا لك للملكة، كنشكرك الشكر الجزيل، وعظم الله أجركم في هذه الفقيدة التي توفيت في الولايات المتحدة الأمريكية. نسأل الله تعالى أن يجدد عليها الرحمات، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يسكنها فسيح الجنات، وأن يرزق زوجها الصبر والسلوان. والحمد لله، هذا هو المضمون في الزوج الصالح، لما تفارقه زوجته يحفظ ذكرها ويبر بها عند مرضها. ولا إله إلا الله، هذا الأمر لله من قبل ومن بعد. ماذا عسنا أن نقول عند هذا المصاب الجلل عند الوفاة؟ نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. للا ملكة، تأكدي بأن كما فعل هذا الشخص الفلسطيني مع هذا الزوجة ديالو في أمريكا، هناك الحمد لله معنا مغاربة أنا أعيشهم يوميا، ناس ربما في مثل هذا المستوى وزيادة، فيهم الصفاء وفيهم الحنان وفيهم العرفان وفيهم تقديم المساعدة وعدم نكران الجميل، موجودين بكثرة وبوفرة. ياما عشت معهم. وطبعا بالمقابل كاين آخرين الله يغفر لنا ولهم، ربما عندهم نكران الجميل وعندهم عدم الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد للا فاطمة للا ملكة بأن في رمضان لماذا نصوم؟ لنحقق التقوى. فمجرد أننا نصوم ونتقي المولى عز وجل، فإن الحق سبحانه وتعالى يجعل في قلوب العباد مجموعة من القيم والمبادئ والسلوك القائمة على الهدى، كما ذكرنا في شرح الآيات، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لما يصوم الإنسان صياما صحيحا يمتنع عن الطعام والشراب والجماع والشهوات في رمضان، وتصوم أعضاؤه سمعه وبصره وعقله، ويصوم فكره وإحساسه هذا الصيام الحق، فإنه يثمر التقوى، ومن ثم يصبح الإنسان صفحة بيضاء، أنه يصل الرحم ولا يقطعها، أنه يقدم يد المساعدة ولا يبخل، أنه يعفو ويسامح ولا يحاسب ولا يعاتب. هذا هو المضمون، لأن الغاية من العبادات طبعا هو العبودية لله، وكين تحصيل الأجر والتواب، ولكن الأساس هو التغيير، هو الإصلاح، أن الله عز وجل يغيرنا للأفضل. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وبالعبادة والطاعة نتغير.
فلالة ملكة نشكرك الشكر الجزيل، نسأل الله تعالى أن يطيل لك العمر ويزكي لك العمل، ونوجه الخطاب للناس يعني أن العبادة كنقوموا بها الآن، المساجد ممتلئة عن آخرها الحمد لله، دروس الوعظ والإرشاد في المساجد، المحاضرات والندوات في المركبات الثقافية، حركة دؤوبة من العمل الصالح، هذا كله مفخرة لنا في بلادنا. يعني المغرب بلد متدين بامتياز، ما نراه من مظاهر التدين كثيرة جدا، المساجد ممتلئة وهناك قاعات صلاة، هناك خيام كبيرة تنصب في ملاعب كرة قدم وفي مساحات شاسعة، عدة خيام تزدحم بالآلاف من المصلين، ومسابقات القرآن العظيم في كل مكان، والكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة، الكل يعني واحد الحركة ذؤوبة جدا، حتى وسائل الإعلام الآن متنافسة فيما بينها في تقديم برامج الدينية والتوعوية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كيعطينا انطباع بأن مغربنا الحمد لله بلد متدين بامتياز. إلا أن ما أشرت إليه أخت ملكة، الأثر للتدين ينبغي أن يكون ثمرته في سلوكنا وفي معاملاتنا اليومية، يعني لابد أن نصير أقرب إلى أهل الإيمان من حيث التواضع، من حيث عدم العتاب، من حيث تقديم المساعدة، من حيث التيسير على الناس، وإذا أخطأ أحد في حقنا لا نعاتبه ونقول عفى الله عما سلف، ونصل الرحم ونكرم الأهل والأحباب ونخلق الفرحة والبسمة في قلوبنا، هذا هو الثمرة للصيام، أن تكون يكون المجتمع فيه فرحة، فيه ابتسامة، وفيه حياة طيبة وهناء. شكرا لك للا ملكة، وبارك الله لك في أهلك وذويك، وجدد الله الرحمة على هذه الفقيدة، وإن لله وإن إليه راجعون. ونواصل أيها الأحبة الكرام اللحظة، نتحول إلى الشمائية مع أخينا السي هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا طيب، صحيح لاباس. أهلا أهلا بك سي هشام. والله يرحمك الوالدين، والله يرحمك الوالدين، والله يرحمك ولادك عمي الطيب. اللهم آمين أخويا، بارك الله فيك. طيب فرحانين تكلم معك الله العظيم قسما بسم الله الذي جل وعلا، يتكون فرحان من تتكلم معك عمي الطيب. جزاك الله الف خير ابو لي. الله يرحم لك الوالدين، وتحيه لسي مولاي احمد الصراحي، الله يصلح ليه وليداته، والله يشافيه، والله يطول ليه في العمر. امين يا رب. هذه الحمد لله ما تعتبروهاش اذاعه، تعتبروها زاويه، والا الحمد باهل الخير والقران الكريم ما شاء الله. الله يرحم لك ولدنا عم الطيب. اعزك الله ابو لي، اعزك الله. كما تعلم طيب انا مكفوف مع قناه شجره هلالي مكفوفين. أيام ولي لا إله إلا الله. الحمد لله، والحمد لله بإعاقة شكلتنا إلا عزيمة وإصرار بفضل الله عز وجل وفضلك تعالى الطيب. الله يرحمك الوالدين. الله يرحمك أبو ولي. في هاد الليالي المباركة وفي هاد الشهر المبارك، الله عز وجل في هاد شهر رمضان الحمد لله يطولنا العمر، توفقنا الصوم ولله الحمد. وكما قال الله عز وجل، وإذ قال ربكم ادعونا استجب لكم، قال الله عز وجل وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب. نعم نعم قريب، أسمع وأجيب، وأعطي الله. البعيد والقريب، وأرزق الله. العدو والحبيب قريب، عطاؤه ممنوح وبابه مفتوح، وخيره يغدو ويروح، حليم كريم صفوح قريب الله. يدعوه الغريق في البحار، والضال في القفار، والمحبوب خلف الأسوار، كما دعاه عبده في الغار قريب، فرجه في لمحة البصر، نعم الله فرجه الله. في لمحة البصر، وغوثه في لدة النظر، المغلوب إذا دعاه انتصر، يطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر قريب، الله أكبر. جواد مجيد لا ضد له ولا نديد، أقرب للعبد من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد، محمود ممدوح حميد قريب، دعا المذنبين للمتاب، وفتح للمستغفرين الباب، ورفع عن أهل الحاجات الحجاب،
الله لا إله إلا الله لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، البدر والشمس من أنوار حكمته، والبر والبحر من فيض عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه. فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، اللهم يا سامع الصوت ويا صادق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم يا رب الأسباب، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق الخلق من تراب، نسألك اللهم أن تشافي ملكنا المحبوب محمد السادس، اللهم أمين، وعافه وعفو عنه يا رب، ترضون يا رب أهل الضر وترضون يا رب يا كريم. وبالنسبة للعام الطيب غيرك الداعية مع الأخ جواد مسكينة تيمر من واحد وعكا صحية شوية خيبة جاوز محمد يدعمه بالشفاء هو الدعمه في فؤاد مرشد. والحمد لله احنا عامل طيب، انا دابا انا ساكن في الدوار من العالم القراوي وتفتخر وتعتز بهذا عامل طيب، والحمد لله عامل طيب انا حفظت القران عن طريق اللوح والشيء الاخر عن طريق الكاس ميموار ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله. وتطلبوا المشاهدين الكرام الافاضل الذين يستمعون الان وتعرفوا بالله إذا الحمد لله تستمعوا لي أهل القرآن وأهل الخير وأهل الفضل وأهل الجود وأهل الإحسان، فتلقوا لهم الله يرحم لكم والدين، راما دخلوا من القناة شجرات هلال المكفوفين ودعمونا، را تلقوا البروفيل تاع واحد الأخ لابس جاكيطة حمراء، دخلوا موقع البحث أتكتبوا شجرات هلال للمكفوفين. وعم الطيب وخرحنا الموضوع من واحد الأيام صعيبة، ما الحمد لله نعلم أن لنا رب اسمه الكريم، لنا رب اسمه الجواد الوهاب الجليل ولله الحمد، احنا دايرين انتيقنا في الله عز وجل. وطلبوا المشاهدين الكرام أفاضل، وصراحة أنا عمي الطيب راكين ما ماشي أخوات ما شاء الله، وحنا تلعانوا من الفقر، الفقر ماشي عيب، دابا الإشكالية عمي الطيب دابا تعانوا مساكن من الفقر وتحت احتمال الأرض. لا إله إلا الله. إذا كان شي محسن يدخل عندنا القناة، قناة تجارة هلال المكفوفين وقناة تجارة أمال المكفوفين، وعليك الأخ الظاهر من المحمدية في كلمة دالية مع أبا الله الشافير، وباقي ما خرجت مريك الورقة تاع لامو. أي لا تواصلت معه اليوم في الصباح، تواصلت مع ديال لامو إن شاء الله تعالى، تبعتي لي بالرقم ديال الوليد إن شاء الله لك ناسيونال باش نشوف لها إن شاء الله. وعم طيبنا الحمد لله هذه القنوات اللي نشأنا ولله الحمد، ولكن خرجنا من واحد القوقعة بسبب القناة وبسبب الله عز وجل، فجمع الواحد القوقعة والحمد لله القناة تلي فيها المواهب ديالنا، ولا كان شي واحد الحمد لله حنا تسجلوا عمي الطيبة بواحد بابي عمي الطيبة ابي معدات بدائية شي شوية تليفون شوية فانتي. وهذه مناسبة سي هشام، مناسبة بغينا نسمعوا كلام الله عز وجل بصوتك، وانت رجل مكفوف ورجل رباني ورجل مؤمن، بغينا نسمعوا شي بركة ديال القرآن العظيم نتبرك بها، تكون ان شاء الله تدخل البيوت وغتدخل القلوب وغتكون ان شاء الله شفاء وغتكون بركه وغتكون نور وضيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وتلجوا المشاهدين بعدنا القناة شجرة هلال المكفوفين، الله يرحم الوالدين،
ان شاء الله ان شاء الله مولاي. حسين بغي يعاوننا عم يطيب في شي المعدات المعدات وتسجيل القناه بشي هاتف بحال هيدا. المهم الحمد لله حنا واخا عندنا هاد الادوات البدائيه شي شويه ولكن حنا عم نطيب قاسين مع الوقت الحمد لله. المهم حنا عندنا عام واحد هو المكفوف في الوصف البر الامان سي هشام خويا دابا كيسمعوا فينا الناس داخل المغرب وخارج المغرب، الناس فيهم الرحمه وكيبغوا يتعاطفوا مع هاد الناس المكفوفين. دابا اللي بغى يدخل عندكم القناه اش خصو يدير؟ ورينا خطوه خطوه. دابا خاصو يدخل موقع البحث تاع اليوتيوب، يدخل اليوتيوب. نعم. يدخل موقع البحث، يطلع له داك موقع البحث، يكتب شجره هلال للمكفوفين هكا. نعم. شجره نعم. هلال للمكفوفين او نعم. يدخل موقع البحث، يدخل للقناه ويدعمونا. نعم. وحال دابا راه كاينين القصص، دابا راه كاينين الحمد لله، راه كاينين بعض الاخوات في السكن تعاونوا من المرض ومن الصافر، وانا صراحه واحد منهم عمي طيب. واللي بغيت اللي بغيت يتواصل مع هاد الناس هو دخل القناه، هو شاف القصص ديال الناس. اللي بغيت يتواصل معهم اش خصو يدير؟ اللي بغيت يتواصل معهم راه تيكونوا نوامر مطلوقين في الفيديو، النمره تاع الشخص اللي يبغى يتعاون معاه تكون مطلوقه في الفيديو. دابا خاص المستمعين المحسنين جزاهم الله الف خير يستافدوا. نعم. الفيديو من الاول حتى الاخر، حمشي تكون. نعم. رقم مطلوق في الاول ولا ما كاينش رقم، ولكن الرقم على الشاشه على الفيديو. اي نعم. او الاخ جا وتوا مسكين تاوا، رغم انه فقير والله، رغم انه فقير تاوا معاون معنا مسكين، وحنا فقراء تحت رحمه الله عز وجل. نعم. او المحسنين دخلوا يدعمونا، ولكن كي محسن يعاوننا بشي معدات تسجيل القناه، فكان ان شاء الله يرحم به الوالدين. وعندنا واحد الطلب، ها هو الرقم عندك، كان شي ممكن عمي طيب تصل بي الله يرحم به الوالدين. واخا سي هشام، واخا مولاي بارك الله فيك، كنشكر الشكر الجزيل، الله يرحمك حفظك الله، الله يرحم لك، بارك الله فيك، اكرمك الله اخويا، اكرمك الله، اعزك الله، شكرا لك اخويا هشام. وكنشدوا على يديكم وهؤلاء الشباب اللي ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بفقدان البصر، ولكن الحمد لله عندهم قوة البصيرة، قوة الإيمان، قوة اليقين، والحمد لله كيسعوا إلى أن يحفظوا كلام الله عز وجل ويواسي بعضهم بعضا، والحمد لله ربي سبحانه وتعالى عطاهم القبول من حيث الكلام ديالهم، كيلقوا الحمد لله كلامهم يدخلوا إلى القلوب مباشرة، لأنهم هدفهم هو كتاب الله عز وجل وفيهم القناعة، وربي يكمل لهم الرجاء. هذه دعوة لأهل الخير في رمضان، اللي يبغي يساعد هاد الناس من الأفضل يمشي عندهم مباشرة يدخل لهذه القناة. هما كاين قناتين، كاين شجرة هلال للمكفوفين وكاين كذلك شجرة آمال للمكفوفين، جوج ديال القنوات، وغيشوف الناس اللي هما أكثر احتياجا يتعاطف معهم، وهذا كله خير بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم، ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونواصل أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم صفر، معنا للا فتحة. السلام عليك ورحمة الله عمي قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته للا فتحة. عواشر مباركة عمي، وكنتمنى لك السعادة والقرآن الكريم والرحمة والمغفرة إن شاء الله. يا ربي يا كريم، شكر الله لك بنتي، بارك الله فيك. ما تصورش عمي قريبان شحال أنا فرحانة، لأني من الجمادة الأولى وأنا كنحاول نشد الخط، ولكن مع الأسف. الله الله الله، معذرة بنتي معذرة، الله يحفظك ويرعاك، حنا اللي فرحانين بك بنتي فتحة. الله ينورك بنور القرآن الكريم عمي، حتى أنا رأي إنسانة كفيفة عمي. الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنت ولد في واحد القرية بعيدة على صفرو، كيقولوا له دوار ولد حماموش، وأنا عمي كنت منا منك تدعي لي مع الأخ ديالي غدا غدير شينيو، بغيت تدعي معها، عندها مرض السرطان في القولون. لا إله إلا الله. كنت عليا مع الإخوان ديالي محمد ورشيد مرادين، حتى هما مرض عقلي، والأب ديالي طير في الفراش عنده شلل نصفي وعنده مرض القلب المرارة. لا إله إلا الله. وأنا بغيت كدعي لي عمي بالتيسير، يوفقني الله ونحفظ كتاب الله الكريم كامل ونوصل لمرتبة عالية منه. لا إله إلا الله يا ربي يا ربي، لا إله إلا الله. لا فتحة، إذا سولتك بنتي هاد الأمراض
هاد الامراض اللي ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم جميعا انت والاخوه ديالك والوالد، واش كان شي قرابه في العلاقه الزوجيه بين باباك وماماك ملي تزوجوا؟ واش هما قراب في العائله بزاف ولاد العم او كذا؟ لا بالعكس عمي، هو من دوار والام ديالي من دوار، غير قضاء الله وتصرف. الامر لله من قبل ومن بعد، لا اله الا الله. اصدقائي شجرات امل وشجرات هلال راهم كلهم اصدقائي، غير ما بقيتش الظروف ديال المرض وهذا ما بقيتش كنتواصل معاهم. الظروف ديال المرض الاب ديالي هما طيبين بزاف وناس كرامه والله يعمر هذا. الحمد لله الحمد لله، الله يحفظكم اجمعين. كنتمنى تنوح الطلب وكنتمنى ما ترفضوليش. مرحبا بنتي، كنترجاك عمي قريبا تتصل بيا. واخا بنتي ان شاء الله، واخا بنتي. انا غناخذ الرقم ديالك اخي سي سامي في الاخراج، يضبط لي الرقم ديالك يا بنتي ونتواصل معك باذن الله. لاله فاتحه، الله يحفظك ويرعاك بنتي. يا ربي عندي كلام بزاف نقول لك عمي، وبغيت نطلب منك دير لي الرقيه وبزاف الاشياء، لان كنت انا نحفظ كتاب الله كامل، ولكن لظروف هذا المرض وهذا الشيء ما كيساعدنيش الوقت. ان شاء الله بنتي، يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، لا اله الا الله، الله يشفيك ويعافيكم جميعا، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بنتي خديت الرقم ديالك، ان شاء الله نتواصل معك بنتي فاتحه، الله يشفيك. ونطلب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الاغر، يوم الليله الطيبه، وببركه الصيام، صيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن العظيم، نطلب الله تعالى يتجلى عليك وعلى كافة أفراد الأسرة بالرحمة والمغفرة والرضوان. هات الأخت مسكينة اللي كدير الشيميو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها ويعافيها يا ربي يا كريم. اللهم بدلها دما خيرا من دمها، ولحما خيرا من لحمها، وجلدا خيرا من جلدها. اللهم شافيها وعافيها وداويها يا ربي يا كريم. وهاد الإخوة اللي عندهم خلل عقلي، نطلب الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب، إن شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم في المنام وهم نائمين، يتنزل عليهم الرحمات الربانية والكرامات الإلهية، ويستيقظون صباحا وقد ذهب عنهم الأذى، وقد ذهب عنهم هذا الحمق، وذهب عنهم هذا الجنون، وصاروا بأمر الله تعالى عقلاء فضلاء حكماء فضلا من الله ورضوانا. والله يشافي الوالد ديالك، الله يقومه بالسلامة والعافية، الله يكتب لي مكاتب الخير. وانت لالا فاتحة قلبك طاهر وهمتك عالية، رغم الظروف الصعبة كان لمس فيك الرضا. الوضعية ديالك بنتي يعني كتبين معاناة شديدة، فتاة مكفوفة كتعيش في العالم القروي من تغريقة منعزلة، وأفراد العائلة كلهم مرضى، واحدة كدير دياليز، للشباب عندهم أمراض عقلية، الوالد طرح الفراش، وانت تقاومين، ومع ذلك عندك همة عالية لحفظ القرآن. انت امرأة مباركة، وإن شاء الله وببركة الله وعزة الله، ربكم عز وجل اسمه الكريم، اسمه اللطيف، اسمه الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يتجلى عليكم بالبركات ويتجلى عليكم بالصحة والعافية. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم الخميسات، معنا السي محمد. كيداير عمي الدكتور؟ لاباس عليك. وعليكم السلام ورحمة الله خويا، بارك الله فيك مولاي. عمي الدكتور الله يحفظك من جيك مولاي. محمد ديال الخميسات مشرفين خويا، أهلا وسهلا. محمد ديال الخميسات، الإعاقة حركية. أي يا خويا، لا إله إلا الله، الله يحفظك خويا محمد، الله يشفيك يا ربي. الحمد لله خويا، بارك الله فيك. انا كنت قلت لك على التليفون اللي مازال ما توصلت بيه. نعم، راه بعثت لك اخويا في العنوان، بعثت لك في العنوان اللي قلت لي في مكناس حمريه، بعثت لك اخويا في مكناس حمريه العنوان اللي قلت لي باش توصلني بيه. لا ما عنديش باش نركب، ما فيه فلوس المصاريف اللي قلت لك، ما عنديش باش نركب هذاك الشيء. علاش؟ لا اله الا الله. اخويا بيه لا اله الا الله. انا حيت قلتي لي العنوان اللي قلتي لي مكناس حمريه، مشيت للمؤسسه اللي غتصيفط ديال الامانه وبعثت لك التليفون في العنوان اللي قلتي.
ولكن ما لقيتش باش نركب، ما عنديش الفلوس فهمتيني. لا اله الا الله. واخا خويا باذن الله بالعربيه ديال الخميسات. واخا خويا باذن الله، واخا خويا باذن الله، الله يحفظك ويرعاك. لا اله الا الله، الله يفرج عليك السي محمد، الله يفرج عليك. كانت عندنا واحد المبادره متواضعه لواحد مجموعه ديال الناس، باتنا لهم هواتف نقاله ذكيه، كل حسب العنوان اللي عطانا، العنوان اللي عطانا، وكل واحد راه توصلوا تقريبا جميعا توصلوا بدون استثناء. والسي محمد ربما ظروفه صعبه، نطلبوا الله تعالى يفرج عليك مولاي، ان شاء الله ربي يسخر لك اخويا، الله يسخر لك السي محمد، والله ينفعك بهذا التليفون. والغايه من هذا التليفون هو هاد الناس بغى يحفظوا كلام الله، كيحفظوا كلام الله عز وجل. واللي باقي في الانتظار ان شاء الله نحرص على ان كل واحد نوصلوا له تليفون يكون ذكي، وفيما بعد ان شاء الله نقدروا نديروا الاشتراك الهاتفي باش يكونوا يتواصلوا فيما بينهم. الله يحفظك السيد محمد. وحنا بغينا نديروا واحد البادره ثانيه، يعني ما بغيناش نشجعوا على 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 الناس الصدقات، وانما نشجعوا على على فرص العمل. يعني اي انسان يقدر يخدم ويقدر يعمل، نقدروا نتعاونوا جميع، نفكروا مع جميع في ايجاد فرصه عمل. كاين بعض الناس داروا هذه المبادره، بحال مثلا الاخ اللي هو من اقليم بن قرير، دار واحد العمل مبارك انه بقى كيطوق الابواب، ودار واحد الكيوسك وعمره بمواد غذائيه، ودابا صار صاحب مهنه وصار عنده القدره على الكسب بعرق جبينه. كنتمنى ان شاء الله ندوزوا لواحد المرحله ثانيه مع هاد الشباب والشابات اللي هما مكفوفين ومكفوفات. المرحله اللي ذكرناها بالامس، حلقه الامس، اللي في الاقليم ديال تازة، المدرسة الداخلية اللي كتستقبل واحد العدد ديال هؤلاء الشباب، كتحاول أنها تكمل لهم المشوار الدراسي، يتعلموا بعض المعارف والعلوم ويأخذوا ديبلوم لاستكمال المعرفة أولا، ثم المرحلة الثانية اللي أن كل واحد ربما يقدر يدير شي مشروع عمل، أنه يكسب به قوت جبينه وقوت يومه بعرق جبينه، خصوصا الناس اللي هم عندهم القدرة على العمل. حتى لا نشجع على 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 الصدقه، يكون التشجيع على الاستثمار، لان الانسان عنده كرامته، وكنشعروا بان هاد الناس فعلا كرامتهم تمس، كيضطروا انهم يطلبوا المساعده، راه الله يحسن العوان، راه الكرامه ديالهم تمس. وبغينا ان شاء الله تعالى نمروا لهاد المرحله. الساده المستمعين، كاين لنا عدد كبير ديال اهل الخير، بغينا يفكروا معنا، هذه دعوة للجميع، فكروا معنا، الله يجازيكم بألف خير، ونوضعوا جميع شيء استراتيجية نتعاونوا عليها جميع. والغاية هي أن هؤلاء الناس يستكملوا المعرفة، يستكملوا العلم، لأن العلم نور، والعلم ما عندوش زمن، كيبقى دائما متصل. والمرحلة الثانية هي أن كل واحد منهم يكون عنده مشروع عمل باش يخدم، باش يقدر يكسب المال بعرق جبينه، والله ييسر الأمور. خويا محمد من الخميسات، إن شاء الله بإذن الله نتواصل معك بإذن الله، الله يفرج عليك أخويا، والله تعالى يمتعك بالصحة والعافية. وأنا كنلتمس بأنك ممكن إن شاء الله تعالى إلا جالك شي فكر معنا، شنو هو المشروع اللي يناسبك؟ واش شي بيع او شريه، شي كيوسك، شي حاجه اللي ممكن تعمل بها وتكسب قوت يومك، لانك انت شاب باقي مازال في مقتبل العمر، وخصك تفكر تكون عندك اسره، تكون عندك زوجه واولاد، وهذا لا يقتضي من الامر ان يكون عندك واحد المورد اللي يكون مداوم، ماشي مره غير صدقات او اعانات مره، هذا غير كافي، يكون عندك واحد مورد مالي يكون متصل ويكون دائما معك. الله يفرج عليك وربي يساعدك وربي يفتح لك ابواب تيسير. وكنعتذروا من بقيه الاحباب، لان كاين العدد ديال الناس كثير اللي كيطلبوا المساعده، وكنحاولوا على قدر ما نستطيع كل واحد نقدموا لي المساعده الممكنه. راه في المغرب كامل، راه كاين في تاونات، في الشاون، في باب سوق الاربع، في الخميسات، في بن قرير، في تيزنيت، في سبت كزولة، في واحد العدد ديال الأماكن كثيرة، على قدر ما نستطيع. واللي توصل بشي حاجة الله ينفعه، واللي باقي مازال إن شاء الله نطلب الله الخير إلى الأمام بإذن الله الواحد الأحد. وكنحييو اللي جاب الفكرة، هو الأخ جواد، أخ جواد من 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 المحمدية، الله يشافيه ويعافيه ويداويه، كان هو السباق لهذ الفئة ديال المكفوفين. ودابا الآن كده فئة ثانية ديال الناس اللي هما عندهم إعاقة حركية، فئة ثانية تم عندهم إعاقة حركية، وكينتموا إلى أسر فقيرة، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعاود الجميع في انتظار إن شاء الله
الوزارة المعنية بشؤون الأسرة وبشكون التضامن أنها إن شاء الله أيضا تزيد في المدد ديالها وتقدم المساعدة لهؤلاء الناس. الغاية هي أننا نعيش جميعا في التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان اعتذروا إذا كانت العين بصيرة واليد قصيرة، يعني نطلب الله تعالى هو الغني ومن فضله أن يغني الجميع. شكرا لك أخي محمد من الخميسات، وغنتحولوا الى اقليم الرشيديه معنا لالا فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عم الحاج عافاك، الاب ديالي تمات في شعبان بحادثه، بغيت عافاك دير ليه الدعاء الله يرحم الوالدين. انا لله وانا اليه راجعون. والوالده ديالي بالصبر الله يرحم. لا اله الا الله. الاب ديالي لا اله الا الله. وقلبي تقطع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لالا فاطمة، كيفاش وقع بنتي؟ كيفاش وقع؟ مشى للسوق بالموتور ضربته الكاميو. إن لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. صدمة كبيرة بنتي. صدمة. الله يرحم الوالدين ديالي الدعاء. يا ربي يا بنتي. عندي وليدة صغار ودائما وليدتي الله يرحم الوالدين والأم ديالي وأخوتي بالصبر. رحم الوالدك الله يخليك وليداتك يا رحمن يا رحيم يا بنتي. واخا بنتي فاطمة، عظم الله أجركم. وبنتي فاطمة، هادشي اللي وقع من قدر الله. لا إله إلا الله. الله يسكم الصبر. صبر الأنبياء وصبر المرسلين. أمين. لا إله إلا الله. العفو بنتي، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. حوادث السير أيها الأحبة الكرام ينبغي أننا نحتاط كثيرا، لأن السير هو أمانة ومسؤولية، ونحن نسير لابد أن الإنسان يكون عنده الكفاية من النوم. شحال واحد ربما يسوق سيارته وهو ربما عنده نقصان في النوم، لابد أن أخذ قبل ما نركب السيارة ديالي يكون عندي كفاية من النوم، ويكون دائما الإنسان أنه يراقب الفراميل ديالو، يراقب المحرك، يراقب الأمورديس الهيكل ديال السيارة، لأن مسؤولية السيارة هي غير عاقلة، هي حسب ظروفها. الإنسان دائما يدير الصيانة التامة. ثم ملي بغي يركب الإنسان في السيارة ديالو دائما شاحنة أو غيرها، يذكر دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله مجراها ومرشاها، إن ربي لغفور رحيم. دائما اكثر من الدعاء، ومرة يشغل القرآن الكريم في السيارة دياله، يشغل كلام الله تعالى باش تكون الحماية وتكون البركة ويكون التأمين. لالا فاطمة، دابا هذا الشيء اللي وقع هذا أمر الله تعالى بنتي، وخا نحلل ونناقش نقول بأن هذا قضاء وقدر مبرم من السماء. قوتي لا كيف قدر، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار. كل واحد فينا ربي كتب ليه متى سوف يقبض وكيف سوف يموت وأين سوف يموت. الزمان والمكان والكيفية راه مكتوبة وتنفذ، ولكن الله تعالى يخفيها عنا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن البشارة أن هذا الموت ديال البغتة راه يكتب مع الشهداء، لأن الشهداء منهم من سقط من عالم من جبل أو مكان مرتفع، والغريق الذي غرق في البحر أو في اليم، والمرأة عند الوضع، وكل هؤلاء اللي كتجيهم الموتى على بغتة يسمون شهداء. حوادث السير أيضا كتدخل، والمطعون الذي أصابه طاعون والعياذ بالله ومات به، هذا كلهم يسمون من الشهداء. والشهيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه كرامات، أنه لا يشعر بألم الموت إلا بما يشعر به بوخز الإبرة. لا يشعر بمعنى الموت فيها إن للموت لسكرات شديدة جدا، ولكن هذا الشهيد ربك يعطيه واحد غير بحال الوخزة. وربي عز وجل لا يعفيه من سؤال الملكين في القبر، لا يسأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ فما قولك في الذي بعث فيكم؟ والشهيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ويعطي الله مقام الشفاعة
يشفع في 70 من أهل بيته استوجبوا النار. لعل الوالد ديالك بغاليه الله تعالى هذا الكرامة. نسأل الله جل جلاله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم يا رب اجعل قبره روضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره مزارا للملائكة. اللهم اجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم. اللهم يا رب ارزق أهله الصبر والسلوان. ارزقهم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر الأولياء المقربين. وإن لله وإن إليه راجعون. اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. إنك سميع قريب مجيب. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. الأحبة الكرام إلى 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 تطوان معنا لالا رشيدة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا اليوم أهلا نهار كبير اليوم فاش تصلت لك هذا 4 سنين وأنا كنتصل بك بحرام كيف نسي الخير. اه معذره بنتي معذره لرشيد الله يحفظك بنتي. الله العالم كنت انا واخت مريم كنا دائما كنتجمعوا هذا كنت انا كنصوني كتقول لي غير صوني تيصوني وانا نصوني باش يشدنا ونهضروا معاه ويدعي معنا و... يا ربي يا كريم بنتي يا ربي. سبحان الله ما شاء الله احنا ما جاتني صراحه باش نقول لك فرحانه سبحان الله يعني واحد الفرحانه كبيره سبحان الله. الله يفرحك بدخول الجنة. الله ينورك بنور الله. آمين جزاك الله خير. الله يحفظك الله يخليك لينا إن شاء الله وعسلكم عسلكم بركة بارك الله فيك. أنا كنطلب منك تدعي معايا مع الوالد ديالي إن شاء الله هذه شي شهر فاش مات شي شهر ونص. لا إله إلا الله. الله يرحم وينزع عليها الرحمة. الله يرحم الوالد الوالدين جميع المسلمين كاملين يا رب. ويرحم الوالدة ديالي حتى هي هذه 14 عام فاش ماتت عاود حتى هي. الله يرحمها مسكينة. آمين نزل عليهم رحمة. والله يمكن كنشكر أخ جواد ديك الشيء اللي كيعمل اللهم يا رب يوفقه إن شاء الله يا أرحم الراحمين يا رب. هو مريض الله يشافيه والله يا رب وزوره فنجان إن شاء الله وتنتعاود هذا الشيء اللي كتعمل معنا عاد الله يكبر فيك إن شاء الله يا أرحم الراحمين. لالا رشيدة واش أنت من من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم أنا مكروفة أنا بيدي ما كنتوشي. لا إله إلا الله بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يفرج عليك بنتي الله يشفيك ويعافيك ويداويك. أنا بغيت نطلب منك واحد طالب إلا بغيتي الطالب هي أنا خصني لا شوف أنا خصني غير قارة من المقرئ يعني المصحف. أيه هذه شوف أنا نقول لك يعني القصة يعني أنا كنت كنمشي كنقرأ في الجامع ياك يعني القرآن ختمته في بعض المرات تبارك يعني من شافني الوالدة والوالد يعني جاتني شوية دافو تعاك طلعني الطنسي وجاتني شوية يعني تألمت فهمتي. أيه من تألمت يعني وخا كنرجع يعني المهم خا كنحفظ وخا كنرجع يعني الأول المهم أنت عارف ديك الشيء بلا ما نقول لك أنت ملي كيطلع الدم الله يطلع ملي كيمشيو الوالدين ديالو راه قافحة شوية بزاف بنتي قافحة يعني المهم كنت شوية ورجعت كنت كنرجع من الجامعة كنقرا وجعت واحد عامين صافي من مات الوالد الله يرحمه عاود رجعت ديك الشيء ديك الشيء اللي كنت حافظه عاود كلشي مشاني دابا جلس غير في الدار يعني ما كنبقاش معاه نمشي للجامع ما كنقول اختيار الله ديني ما كتغيفي يعني بحال اللي تهي تاثرت شويه على الوالد الله يحفظ العوال ماشي زعما نقول لك هي مع شغل هذه كتقول لي اختي ما نقدرش كتقول لي اختي ما نقدرش ما عنديش يعني دعيني باش نديكم مع شغل هذه يعني المهم انا جالسه غير في الدار ما كنقدرش ما عنديش معاه من نحفظ كنحفظ غير مع الراديو ايه كنحفظها مع الراديو ولكن كتجيني قاسحه انت كتعرف راه ملي كتشد الطومون يعني خصك بحال قارئ من المقرئ خصك تقرا ايه بايه فهمتي ايه كتقرا ايه بايه كتجينا سهله ملي كنوصل للطومون يعني كنبقى نراجع ديك الطومون يعني حتى كنحفظ وعاود وندخل الطومون الثاني مع الراديو ولا الراديو كتجيني قاسحه واخا يعني دغيا كدوز لك الايه فهمتي ما كنصفيش الطومون هو هذاك ايها بنتي يعني الطومون ما كنصفيش وهنا جات لي قاسحه انا كنطلب منك ولا بغيتي يعني ما كنطلع الحق سمح لي لا طول ثاني العفو بنتي المهم انا كنطلب منك تجي من هذه المصاحف انا وكاين بعض البنات كنقريهم انايا في الجروب كاينه ماريا وكاينه ماريا وسليمه واختها نعيمه تا هما كيشوفوا شي كاينه اخت فدوى من طنجة واختها نوره واخت نزهه من الاسفي المهم كاينين هادو اللي كيقراو معايا انايا حاليا في هذه الساعه يعني استبيهم تا هما ساكن خاصهم هذا المصحف هذا الا بغيتي ان شاء الله يعني كنطلب منك ومن المسؤولين هما يدخلوا عندنا يعني يدعمونا ويكبروا بينا الله يكبر بيهم راه حنا مكفوفين راه الحق ديالنا ضاع صراحة الله. الو على انني ناخذ
ناخذ هاد الهواتف باش نشوف العنوان، لان ممكن نبعث شي حاجه لشي حد كيكون في مدينه بعيده، خاص العنوان يكون مضبوط باش توصل الامانه ديالو تما في المقر ديالو باذن الله، اما كتكون نقديه واما كتكون عينيه باذن الله الواحد الاحد فرد الصمد على قدر ما نستطيع. ورغم ان هذا البرنامج كما سلف الذكر هو ليس برنامج غايته جمع تبرعات للناس، هذا ممنوع، لان البرنامج اللي فيه هذه الغايه عنده واحد الرخصه معروفه تقدم من طرف الأمانة العامة للحكومة، وعنده واحد القوانين مضبوطة، وحنا هذا الأمر كنستعملوه ربما كنتجاوزوا فيه الخطوط ديال المسموح به قانونيا، حنا غير من باب المساعدة ومن باب التضامن. الله يحفظك بنتي رشيدة، الله ينورك بنور الله. باقي معنا رشيدة؟ مازال معنا؟ انا باقي معك في اللوم، كنت كنسمعك انت، باقي كنسمعك، الله يرحمه ويديك الجزاء خيرا. مرحبا بنتي، انا غناخذ الرقم ديالك نطلب من اخي سامي في الاخراج. الله يرحم والديك، الله يدخلك الجنات اللي فيها الدوسي اللي عملتي فيها الاجر هذا، الله يرحم والديك، الله يجازيك بخير انت والاخ سامي. رشيدة بنتك بنتك وليدات، نعم اخ، قول لنا المواصفات ديال هذا الكتاب، شنو هو المواصفات ديالو؟ هي المصحف ديال الناطق، ما كتعرفوش، هو معروف. لا نعرفوا المصحف الناطق، غير باش الناس يسمعوا معنا كلهم، هذا المصحف الناطق يعني داك اللي في داك الاله كدوز به على بحال باغي، كدوز على الحرف هو كينطق كيتكلم. هو يشوف، هو المصحف عادي بحال هذاك اللي بحال هذاك يعني اللي كنلقاو فيه كاملين، وعندو ديك اش كيقولوا، حنا كنقولوا له الناطق، يعني عنده يعني انا عندي بحاف، ولكن ديك القلم اللي عندي انا راه عندي اش كيقول، هو عنده عامل بحال القلم، بحال القلم تعرفت، بحال القلم كدوز القلم على كدوز القلم على الايه وهو كينطق. داك لا صمت كتمزع على الايه، كيقرا لك ايه المقرئ اللي بغيتي تسالي الصوم. نعم هي نعم بنتي، عرفتو انا كنشوفو بزاف في الله يرحم والديك، كنشوفو بزاف موجود في المدينه المنوره، موجود بزاف، وحتى في المغرب الحمد لله الان موجود، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يسخروا وتوصلوا به هؤلاء الشباب والشابات باذن الله. الله يرحم والديك، والله العظيم عمي صغير نشوف ما خليت فين مشيت، يعني فين ما كانت شي اش كيقولوا لي مشيت ليك، يقولوا لي حنا ما كاينينش هنا هنايا، كيقول لي انا خصك تمشي للدار البيضاء ولا للرباط، ولا الدار البيضاء ولا للرباط شكون اللي غادي يدينا حنايا؟ هي الى وفقني الله تعالى وحصلت على هذا، راه نصيفطوا لك حتى المقر ديال العنوان ديالك، العنوان عن طريق كاين وسائل بلا ما نقول الاسماء الاشهاريه ديالها، كتاخذ ديك الامانه وتصيفطها للانسان، كتصيفطها ليه في العنوان ديالو كيمشي تسلمها، كيتسلمها كيحل كيلقاها موجوده باذن الله. بنتي باذن الله ان شاء الله تعالى المصحف الناطق هو موجود ربما في البقاع المقدسه في مكه المكرمه والمدينه المنوره، كنت كنشوفوا دائما ما يباع بوفرة، وإن شاء الله ربي يصفقنا ونجيبوه ونوزعوه على الناس، إن الله تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. وهذه صدقة جارية، هاد الناس اللي كيحفظوا كلام الله تعالى كلما قرأ ولك نصيبك في الأجر والثواب بإذن الله الواحد الأحد. كنشكرك بنتي رشيدة، الله يجزيك عنا بألف خير، كنشكروا جميع اللي تواصلوا معنا، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا للعمل الصالح، وكنعتذروا من الناس اللي ما قدرناش نقدموا لهم المساعدة، هذا جهد المقيم على قدر ما نستطيع، ولكن الخير إلى الأمام، دائما الخير إلى الأمام، والله تعالى هو الرازق، والله تعالى هو المنفق، والله تعالى هو على كل شيء قدير. كنحمد الله ونشكره أن وفقنا لصيام رمضان، ووفقنا لقيام لياليه، ووفقنا لكتابة القرآن، ونديروا واحد دعوة ديال الخير، مادام ربنا عز وجل يقول كما أسلف الذكر في آية رمضان، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ندير واحد دعوة ديال الخير مع الجميع ونحن في هذه الليلة الطيبة من ليالي رمضان. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الماجد الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله معنا يسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا ربي يا كريم، لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم يا رب العالمين تقبل منا جميعا صيام رمضان، اللهم تقبل منا قيام لياليه، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم تقبل منا العمل الصالح، اللهم تجاوز عنا الخطايا وتجاوز عنا السيئات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا كريم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا رحمن يا رحيم بارك لنا في أسماعنا، بارك لنا في أبصارنا، بارك لنا في كل جوارحنا. اللهم يا رحمن يا رحيم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارزقنا يا كريم الصحة والعافية وتمام العافية. اللهم ارزقنا رزقا حسنا، رزقا حلالا، رزقا طيبا. اللهم باعد بيننا وبين القرش الحرام، اللهم اجعل بيننا وبين الحرام حجابا مستورا لا نراه ولا يرانا لا من قريب ولا من بعيد. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم يا رب العالمين نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنات الخلد. احيينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف على كل غائبة لنا منك بخير. اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولأخواتنا ولأهل بيوتنا وذريتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.